مهرجان الإسماعيلية الدولي انطلقت النسخة 23 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، واللي بيشهد لأول مرة تقديم عروض لفرقة ذوي القدرات الخاصة. طبعا مهرجان الإسماعيلية ده أحد أهم المهرجانات الدولية في مجال الفنون الشعبية. هتشوف فيه فرق من الهند ومن آسيا ومن كل دول العالم اللي بيقدموا ويعرف بالفولكلور أو الفن الخاص بكل دولة. كانت أول دورة لهذا المهرجان أقيمت سنة 1985. بيستهدف هذا المهرجان توثيق وأحياء التراث القديم للفنون الشعبية في كافة دول العالم. انطلقت أولى فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته 23، والتي تتضمن طابور عرض الفرق المشاركة بهذه النسخة من المهرجان بشارع محمد علي بمدينة الإسماعيلية. ويقام على هامش مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية معرض للكتاب ومعرض للفنون التشكيلية، كما أنه من المقرر أن تقام العروض يومياً حتى الخميس 7 سبتمبر بمسارح حديقة الشيخ زايد ونادي الدنفا ونادي الفيروز ومركز ومدينة فايد ومركز ومدينة القنطرة غرب ومركز ومدينة القصاصين. ويقام حفل ختام المهرجان على المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية. ويشارك في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية 8 فرق مصرية، هي سوهاج، الأقصر، ملاوي، أسوان، الإسكندرية، مرسى مطروح، العريش، الشرقية، والشباب والرياضة، بجانب فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، بالإضافة إلى مشاركة 6 فرق أجنبية هي المكسيك، رومانيا، سريلانكا، إندونيسيا، الهند وفلسطين. كما تشارك فرقة القلوب البيضاء لذوي الهمم لأول مرة بالمهرجان. ويعد مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية أحد المهرجانات الدولية على مستوى العالم، الذي انطلقت دورته الأولى عام 1985، ويستهدف توثيق وإحياء التراث القديم للفنون الشعبية.